بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم حبايبنا، عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم صينيه رقاق. تاني يوم العيد نعمل صينيه رقاق بالبشاميل. ده كمون وكزبره وفلفل اسود على اللحمه، ايه المفرومه. انا حطيت اللحمه على النار وفتحت معكم الكاميرا كده، التليفون يعني. هنا اللحمة وحطيتها الأول إن شاء الله كده ببركة صلاة النبي، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. ودي بصلتين على جزراية فرمتهم بالمبشرة، بشرتهم بالمبشرة يعني. بصوا كده فضيهم على اللحمة زي ما انتوا شايفين كده عصاجها. وعندي فلفل ألوان برضو احطها عليها، بس ايه لما تقرب تستوي شويه، لان الفلفل ضعيف شويه، مش زي البصل يعني والجزر وكده. احط فض عليهم ده الفلفل الالوان اللي انا احط عليهم، مطلعه من التلاجة اللي انا كنت مخزناه معاكم كده. وان شاء الله كده. وديت شوربه زي ما انتم شايفين، احطها اللي هعمل بيها الرقاق. ده الرقاق اللي انا عملته معكم بس مباشر يا جماعة يوم الجمعة ان شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. ده اللحمة كده استوت بالجزر اهي كده زي ما انتوا شايفين. قلبت كله كده ببعضه واسيبه ايه يشرب كده ايه مع بعض. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. هنا هعمل ايه البشاميل بتاع الرقاق. هنا دي لبن، نص كيلو لبن، نص كيلو من اللبن عليه معلقتين نشا. ده البشاميل اللي هعمله بتاع انا عاملاه بالنشا علشان خفيف شويه عن الدقيق. هنا حطيت السمنه زي ما انتم شايفين اهي على النار، وفضيت عليها اللبن بالنشا زي ما انتم شايفين كده. وهسيبه ايه هقلبه كل شويه لغايه ما يتماسك. ماشي يا حبيبه زي ما انتم شايفين كده. بص هعمل ازاي. احط حب فقعر الصينيه كده، وبعدين احط عليهم ايه الرقاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. ربنا يسر لنا الحال ويسر لكم الحال. يعني كده جبت الرقاق كده زي ما انتم شايفين اهو، وبعمله بالشوربه زي ما انتم شايفين برضو اهو. ده الرقاق اللي انا عملته معاكم بس مباشر يا جماعه، والله طعمه حلو وخفيف وحلو. الواحد بيقعد كده ساعات يجيب الرقاق ويقعد يقرقص فيه كده من غير ايه ما يتسلى فيه كده يعني. هحطه كده في الصينيه. بصوا عامل زي البسكوت بالظبط، الله عامل زي البسكوت. انا حطيت الصينيه 6 رقاقات، حطيت 3 من تحت واحط ايه 3 من فوق ان شاء الله كده. بصوا عامل ازاي. هي الشوربه مش سخنه قوي فعشان كده بيخش كده يعني. بصوا حطيته مقطعها، وبعدين هسيها ايه شوربه، هحط لها شوربه شوربه، وبعدين ايه هحط لها البشاميل من فوق. يعني البشاميل اللي حطيته من تحت في القعر من تحت، وهحطه ايه من فوق زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله بكره بامر الله الجمعه ان شاء الله ربنا يقدرنا، يمكن كده ان شاء الله اذا رد ربنا ونعيشنا نعمل معاكم بس ومباشر يعني. ربنا يصلح الحال، ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. وكل سنه وانتم طيبين وبالف خير، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. والسنه الجايه يمكن كده ربنا وعدنا صحبه جمعا يا جماعه كده، نكون مع بعض سوا كده في الحجاز يعني ان شاء الله نروح الحجاز مع بعض، او الحج، ناس تقول الحجاز وناس تقول الحج يعني. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي حطها في الفرن استوت كده، طلعها هبص وما اقولكوش طعمها خرافة والله، طعمها حلو جدا.
وبألف هنا وشفا للي شاف، وبألف هنا وشفا للي هياكل واللي كل واللي شرب، وربنا يصلح حالنا وحالكم، وخفيفة مش تقيلة يعني ولا حاجة، ومش مكلفة والله، وربنا يصلح حالنا وحالكم. عايزة احط لكم حتة حبة كده اهي، بصوا حاجة من الآخر، ما اقولكوش الصينية اتاكلت في ثواني. شوفوا منظرها من جوه عامل ازاي، حاجة حلوة، حاجة جميلة والله من الآخر، اهي حاجة حلوة والله، بألف هنا وشفا، والله بارك الله في مرزق، وربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. الفلفل الألوان برضو مديها طعم حلو. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو قادم. متنسوش اللايك ولا الاشتراك.